أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.